بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الكرام، مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في أول أيام شهر رمضان المبارك. يا رب إن شاء الله يجعل شهر خير ورحمة وبركة علينا وعليكم جميعا إن شاء الله تعالى. وأول يوم دائما له جوه الخاص، ومن جميل جوه أن نلتقي بكم في هذه الساعة المباركة، ولم يتبقى عن أذان المغرب سوى القليل. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يثيبنا ويجيرنا إن شاء الله تعالى من حر النار ببركات شهر رمضان المبارك. في برنامج الفقه حياة ضيفنا الدائم الذي ينثر بركات شهر رمضان عبر الحلقة هنا دائما، عبر البرنامج هنا دائما، سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وبارك الله لكم في هذا الشهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، حياكم الله. منا ومنكم شكرا جزيلا سماحة السيد. إن شاء الله على امتداد وقت هذه الحلقة سنستقبل اتصالاتكم المباركة من خلال الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة بعد قليل، ليس الآن، في بداية الأمر راح يكون عندنا حديث سريع مع سماحة السيد ونافع ومفيد إن شاء الله حول آية من آيات الذكر الحكيم لها ارتباط بشهر رمضان وبالصائم، وبعدها إن شاء الله راح نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وأيضا مشاركاتكم عبر الرسائل الصوتية اللي توصلنا أيضا من خلال النوافذ اللي راح تظهر على الشاشة وتطبيق المجيب الخاص بضيفنا الكريم السيد رشيد الحسيني. نكرر ترحابنا بكم سماحة السيد الكريم، سلمكم الله، بارك يحفظكم الله ربي ويوفقكم إن شاء الله. الآية التي تم اختيارها هذا اليوم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا مضمون الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية المباركة فيها من الدلالات الكثير، نتوقف لطفا بداية عند المسارعة، لماذا هذا التعجل سماحة السيد؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدوري أيضا أبارك للأخوة والأخوات المشاهدين الكرام وجناب الأستاذ مرتضى، الله يحفظكم، حلول هذا الشهر الفضيل وهذه الضيافة الإلهية الكبرى التي حظينا بها ولله الحمد، وهذه من نعم الله أن يعمرنا ونبقى في هذه الحياة حتى نعطى فرصة جديدة لطاعة الله، فرصة جديدة للاستغفار والعمل الصالح والعمل الخير، وهذه في واقع الحال قد لا تتاح هذه الفرصة للغير. كثيرون أولئك الذين كانوا العام الماضي في هذه الدنيا، بل كانوا يوم أمس كثيرون، مئات بل آلاف البشر كانوا يوم أمس على قيد الحياة، اليوم هم تحت التراب. فنحن نشكره سبحانه وتعالى على هذه الحظوة الإلهية وعلى هذه النعمة الكبرى، أن جعلنا ممن يسبح وممن يستغفر وممن يصوم وممن يصلي. هذه إنصافا لا يدركها إلا المتأمل، إلا الإنسان عليه حال متدبر، نعمة عظيمة. ونحاول في مثل هذه الحلقات يوميا أن نقف عند آية من آيات الله الكريمة نتدبر فيها. هذا التدبر جدا مهم وجدا ضروري حتى ننتقل، هذه النقلة جدا مهمة. في واقع الحال الإنسان يبقى على حالته وعلى وضعه، هذا نعم تجري الأيام ويجري معها وتنتهي السنين وهو في واقع الحال في غفلة، ولكن أن نقف عند وضعنا، عند حالنا، عند آيات الله سبحانه وتعالى نتدبر، عسى ولعل أن نقفز في طريقة حياتنا، في منهجية تفكيرنا. وبلا إشكال التدبر في القرآن يفتح الإنسان كثير من الآفاق، وهو شهر القرآن. حسنتم، اسمحوا لي أن أجيب على سؤال جناب الأستاذ مرتضى. أقول شوف يا أخي الكريم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليش المسارعة؟ لأن الله يعرف طبع الإنسان، طبع التسويف،
يا بقوم الآن صلي بعدين، نعم. قوم اقرأ، عندك امتحانات نهائية بعدين، نعم. هذا العمل إن شاء الله أسويه، وهذا الثوب بعدين أخيطه، نعم. وهذا الكذا بعدين أسويه. هاي حالة البعدين وسوف وسوف، هذه في الواقع هي التي تجعل الإنسان أن يبقى في محله، يعني يبقى ثابت، يبقى على حال خامل. حالة التسويف اللي وردت روايات عجيبة عندنا أنه من أكبر أبواب جهنم باب المسوفين. الله أكبر. باب المسوفين الذين يقولون سوف نتوب وسوف نستغفر وسوف نصلي، كأنه ضامن حياته. أحسنتم جزاك الله خير. أحد الأخوة اتصل علي قبل أيام قال سيدنا أنا تدري أنا فلان، قلت له بلي وأعرفه، هو ضمن الوضع المالي الكبير يعني ملياردير، ولكن الآن وضع رجله في عتبة 75 سنة ولم يحج بيت الله الحرام. قلت لها حبيبي شنو؟ قال له السنة تروح الحج، بس تدري أنا لا أقدر، إذاني ثقيلة ورجلي كذا. قلت له ليش؟ وأنا قايل لك يا فلان، قايل لك أنه قبل 15 سنة يا ابن الحلال تعال نروح نحج، أنت متمكن أدري عنك. هاي سوف وسوف وسوف، الآن شلون والعربان شلون ومن يطوفني ومن يشيلني ومن يخليني، وشبابك قبل هرمك. أحسنتم. شوفوا يشوفون أنه قضية التسويف، حتى الشباب الآن الله يحفظهم، اسمعوني شبابنا بناتنا الآن، أنتوا أهل المرحلة السادس، بعد كم يوم راح تعطلون، يقول يا باي فسحة علما للدراسة، ادرسوا حتى امتحانات بكالوريا راح تجيكم شهر السابع أو شهر كذا. خو أشهر يعني من شهر الرابع لشهر السابع سنة 3 أشهر أو 4 أشهر مثلا، شوف مثلا ما مخلص المادة الفلانية، ما مخلص المادة الفلانية، المادة الفلانية باقية، يقعد يبكي، يقعد يتأذى، يصير عنده نوع من الكآبة والانهيار. ليش؟ لماذا؟ لأني لم أنظم لحياتي ولم أضع جدولا أتحرك به بشكل جيد وبشكل جدي. المسارعة سيدنا هنا أيضا تتضمن قيمة الوقت في الإسلام. بسرعة بسرعة بابا الآن، قم استغفر ربك، قم غير. شبابنا اليوم جالس سمعوني، وأول يوم شهر رمضان، وكلنا ما أقول أنت لا استغفر الله، أنا هم واحد مشمول، كلنا ارتكبنا ما يغيظ الله وما يغضب الله. هذا الارتكاب على حال طبع الإنسان، مو أريد أقول أنه إحنا مو معصومين، نعم. ولكن يا ما أجمل ساعات الإنسان في ليلة الأول من شهر رمضان أو اليوم الأول، يا رب إني تائب الآن، يسمع السيد يقول الآن يا ربي أنا تائب إليك، وإذا من اليوم ما صايم أنا أعتذر يا ربي، ومن غد راح أصوم. يروح يغتسل غسل التوبة، يصلي ركعتين. هذه المسارعة. ليش؟ لأن ما معلوم أخي الكريم اليوم أو الليلة قد يكون ضيفك من؟ يلا منو يضل ضيفك؟ نعم. قد يكون ضيفك عزرائيل لا سمح الله، واقع. نعم. قد يأتي إليك عزرائيل يقول الله حبيبي تفضل وقتك، هناك الصيح ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما كلا هي ترك. كلمة كلا. هو قائلها. أحسنت. طيب سيدنا آسف للمقاطعة، ولكن ذكرت حضرتك في عرض كلامك المبارك شيء اسمه غسل التوبة، لا بأس أن نوضحها بشكل بسيط للي يسمع. غسل التوبة هي في واقع الحال ليس غسلا بذاك المعنى اللي، ولكن أقول الإنسان لما يرتكب ذنوب كثيرة ووقع في مخالفات كثيرة، مثلا أجيب أمثلة، مثلا هو أجنبة ولم يغتسل، نعم. هو هي فعلت كذا أو مرت عليها الدورة الشهرية ولم تغتسل، عليها أغسال واجبة، نعم. بس ما كانت ملتزمة، ما كان ملتزم، لذلك ماكو غسل جنابة وماكو غسل حيض وماكو. فأقول لما يغتسل يعني يا ربي طهرت نفسي مما كنت عليه من الأدران والأوساخ والقضايا، أريد أقبل إليك على أي حال. شوفوا حتى ما أدري سجدتها الفكرة، حتى نبي الله أيوب الله سبحانه وتعالى أراد له أن يعافيه، قال هذا مغتسل بارد قوم، اللي هو العافية، ماء الصحة وماء السلامة، نعم. فالماء ماء حياة والفقه حياة كما هو برنامجنا، فتعالوا أيها الأحبة
لنرتبط بحياتنا المعنوية الإلهية التي تقربنا إليه سبحانه وتعالى. ذكرت في الآية الكريمة كلمة المغفرة سماحة السيد. قبل أن نتكلم عن المغفرة أذكر السادة المشاهدين الكرام بعد 4 دقائق من الآن إن شاء الله راح يكون باب المشاركة والاتصال مفتوح أمام حضراتهم من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بعد 3 دقائق ونصف إن شاء الله و4 دقائق. ذكرت كلمة المغفرة سيدنا. كثير من الناس لما يوصل مرحلة من تراكم الذنوب يشعر وكأن الباب باب التوبة مغلق. وهذا هو الغلط، يعني الغلط الكبير والجسيم، الإنسان يشعر على أنه انتهت الفرصة. بس واحد يجي يقول لي سيدنا إذا الفرصة مآتية ليش نسارع؟ أقول عندنا مشكلة التسويف، مشكلة بعدين وبعدين، وقضية الموت هم مو بيدنا. لذلك احنا حسب تعبيرنا كل لحظة قد يدق جرس الأجل يعني. لذلك احنا في فرصة مفتوحة ولكن غير متعينة، غير محددة. لذلك أنا على حسب تعبير شو يسموه إنذار جيم. نعم. إنذار جيم إحنا مستعدين، ما ندري شو وقت أقصى حالات الصحة. أحسنتم. فلذلك المغفرة في الواقع باب المغفرة والتوبة مفتوح ولن يسمح. هذه لأول مرة يمكن أقولها، وقد البعض يشكل علي. هسه قد بعدين يجون بعض الحوزويين الله يحفظهم، سيدنا شلون هيك تحكي؟ ليش يعني صار كلام؟ يوم الأيام تكلمت في العتبة العلوية قلت أنه أيها المذنبون أيها العاصون الله يقبلكم بأي نحو كنتم وبأي حال كنتم. تعالوا. واحد قال لي أنت جاي تشجع الناس على الذنب. قلت له لا، أنا ما أشجع الناس على الذنب، أنا أشجع الناس على الرجاء بالله، الرجوع، الرجاء بالله، أن أرجو مغفرة الله، الرجاء خلاف اليأس. نعم. الله ما يقبل إنسان يصير يائس. اليأس ممنوع، ولا تيأسوا من روح الله. من الكبائر اليأس من رحمة الله. أحسنتم. اليأس من كبائر، يعني من الذنوب الكبيرة. فلذلك الرجاء باب عليه حل لا بد أن نفتحه دائما. المغفرة موجودة، التوبة موجودة، بس تحتاج إلى أمرين. واحد، إرادة من عندك، وشنو؟ وقرار. إرادة وقرار وندم على الذنب اللي ارتكبته بلا إشكال. أكو ذنوب بيني ما بين الله، لا سمح الله سويت كذا قضايا، هذه أنا أستغفر الله. أكو لا ذنوب بيني بين العباد، يعني سرقت من واحد. نعم. وظلمت واحد، هاي تؤدي حقوقهم. أحسنتم. لابد أن أؤدي حقوق، وهناك قضاء صلاة أو صوم أو ما إلى ذلك لابد أن أؤديه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة على أن أعوض. أحسنتم جناب السيد الكريم. إذن مشاهدنا الفاضل من هذه اللحظة إن شاء الله تعالى نفتح أمام حضرتك باب المشاركة والاتصال في الحلقة الأولى من برنامج الفقه وحياة وفي أول أيام شهر رمضان المبارك، ويا لها من فرصة طيبة كريمة أن نتقارب شيئا فشيئا من الرضا الإلهي من خلال عودتنا إلى الله تعالى وما ذكره سماحة السيد قبل قليل من المسارعة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لكم إن شاء الله مشاهدينا الأفاضل. ما أعرف إذا كانت الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، إن شاء الله راح تظهر الأرقام أسفل الشاشة، وبإمكانكم المشاركة وطرح أي شيء، أي سؤال له ارتباط بالجوانب الرمضانية إن شاء الله تعالى، سواء كانت أسئلة فقهية أو أي شيء مرتبط بالجوانب الرمضانية. نعم، وصلتنا الرسالة الصوتية الأولى نسمعها. السلام عليكم سيدنا. تقبل الله طاعتكم، صيام مقبول، رمضان كريم عليك يا رب. سيدنا شنو الضرر بنية الصيام بشهر رمضان؟ يعني إلا ينوي هو يعني احنا راح نصوم شهر رمضان، يعني إلا نية احنا مقبلين على شهر رمضان، هاي واحدة. واحدة ثانية، إلا اللهم اللي يعني مريض ومعذور. أنا القصد من السؤال النية بشهر رمضان، احنا يوميا راح نصوم وشهر رمضان يعني جانا بعده راح نبلش بالصيام، شو النية بالموضوع؟ النية واضح. شكرا جزيلا لصاحب الرسالة الصوتية، راح نجيب عليها، ولكن قبل ذلك عندنا اتصال صح؟ من منو؟ خلف، تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. حياكم الله، يسمعكم السيد. سؤال ممكن للسيد؟ نعم تفضل اخي خلف، بس صوتك يكون اوضح عندنا الاخوان بالكنترول. سيدنا الغالي، انا داوم بدياله 14/7. نعم.
14/7 هذا اليوم الالتحاق، يعني برمضان التحق مرتين من ناصرية لزيادة، يوم الالتحاق أصل الساعة 2 أو 3 العصر، يعني شنو أفطر أو أبقى صايم؟ 14 يوم دوامك؟ دوامي 14/7 بزيادة. جيد. 14/7 واضح. هذا اليوم يوم الالتحاق، أسأل عن يوم الالتحاق اللي هن يوم يعني برمضان كله. صحيح. يوم الالتحاق توصل بالثنتين الظهر صح؟ الظهر بالثنتين بالوحدة بثلاث نوبات يعني حسب الوقت يعني. واضح. عندك سؤال آخر أخي خلف؟ ممنون عندك أخي. شكرا لحضرتك، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. نبدأ من حيث انتهينا سماحة السيد وبعدين نرجع لسؤال النية. الأخ خلف يسأل عن دوامة، السؤال كان واضح. أحسنتم. شوفوا أخواني الكرام، الصائم ما يقدر يطلع قبل الظهر ويبقى على الصيام، لأنه مو كثير سفر. الأخ مو كثير سفر، لو كان كثير 14/7 سيدي أحسنت، مو كثير سفر. نعم. يعني يروح المنطقة عمله مقرة 14 يوم يعني 10 أيام وزيادة، يعني نعم. إقامة شرعية، فيبقى 14 يوم، فهو مسافر إلى ذلك المكان، مسافر. والمسافر قبل الظهر ما يقدر يطلع إلا إذا بطل صومه، يعني يبطل صومه. نعم. يقول يا أنا علي سفر لازم أطلع، سواء كان سفر ضروري أو مو ضروري يقدر يطلع، يعني ليس حراما. ولكن إذا خرج قبل الزوال يعني قبل الظهر صومه يبطل قبل أذان الظهر بلا أشكال، قبل نعم. أذان الظهر صومه يبطل. أما يقول لا أنا أتأخر يبطل، يعني مو يكون مخير يكمل صومه، لا 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 لا, 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 لا صومه باطل. نعم. سواء أكل أو ما أكل صومه باطل، راح يوصل مكان عمله ساعة 2 يعني متأخر الوقت. إذا كان واصل قبل الظهر هناك يقدر يجدد نية. إذا كان واصل مثلا أنا أطلع الصبح ساعة 6 نعم زين، وأوصل قبل الظهر هناك أجدد النية وأبقى على صيامي. أما أدخل ذاك المكان وقد زالت الشمس يعني أذن أذان الظهر بعد صومي باطل، فذاك اليوم يكون صومه باطل، يقضيه فقط ليس عليه يوم اليوم. أم أحمد أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختنا. السلام عليكم سيدنا، الله يحفظك إن شاء الله ورمضان كريم. وعليكم إن شاء الله تعالى. في دول قلبك سيد، عندي سؤال. زوجي وابني وأولادي أول ما يقول الله أكبر بس أني فطرون أقلهم شوية دقيقة دقيقتين. هذا يعني شنو بيشكال لو ما يعني أول ما يقول الله أكبر. طيب سؤال آخر أختي أم أحمد. سؤال آخر، والله أطلب من السيد، إحنا والله العظيم ندعي له، من يقول ادعوا لي وأنا والدي وادعي له من كل قلبي أرفع يدي للسماء، والله العظيم يشافي والدته ويرحم والدي. أطلب منك يا سيد في دول قلبك ألف رحمة على والديك، أريد بصلاتك بصلاتك تذكرني العشر أذانة سيد والدين أذانة، تسهل تدعي لي عند رب العالمين يسهل أمرنا سيد في دول قلبك. الله. شكرا جزيلا أختنا أم أحمد، وإن شاء الله ربي يسر أموركم ويقضي دينكم ويسهل أموركم جميعا إن شاء الله. إلهي آمين. نأخذ اتصال مرتضى وبعدين شوي نتوقف عن الاتصالات حتى نجاوب على الأسئلة ونرجع مرة ثانية للاتصالات. مرتضى تفضل. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. شكرا سيد، شكرا أمورك، حياك الله حبيبي. سيد أنا عندي مشاكل يشكر زوجتي. نعم. اي هو وكل ما اروح لهم رحت لهم تقريبا 4-5 ما قاعد يعني تحاول ترجع، بس وقت يعني طبتها وطلعتها قاعد تطلع بدون علمي. نعم. اي وشنو الحل يعني ارجع لها مكتئي. واضح. هي موجوده الان في بيتك زوجتك لو لا؟ شلون سي؟ موجوده في بيتك الزوجه لو لا؟ لا لا بيتها هلي زعلان، صار شويه مشاكل وياها. واضح واضح واضح. شكرا جزيلا أخي الكريم مرتضى، والله يصفيكم إن شاء الله ويعينكم. نتوقف شوي عن استقبال الاتصالات دقائق نجاوب على الأسئلة إن شاء الله ونرجع. قبل قليل أحد الأخوان برسالة صوتية سأل عن نية شهر رمضان سماحة السيد. أخي الكريم، الإنسان يقدر ينوي بطريقتين. نعم. إما أنه أول ما يهل هلال رمضان يقول يا ربي أنا ناوي، سيقول أو في قلبه مو مهم القول. نعم. هذه على حال ليس واجبا، ينوي أن أصوم هذا الشهر الفضيل قربة إلى الله تعالى. نعم. نية واحدة لكل الشهر، نية واحدة لكل الشهر. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن كل الصبح كل سحور بعد ما يخلص السحور يروح يغسل أسنانه وكذا، بعدين وقت الإمساك يقول نويت أن أصوم هذا اليوم،
فنية يومية يقدر أو نية لكل الشهر. طيب شخص عبر اليوم الأول وبعدين حب يكمل، يعني النية تكون عامة لكل الشهر، لا إشكال في ذلك. لا إشكال في ذلك، النية على حال أنت في فسحة. واو. في فسحة من أمرها. طيب بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد، تقول بمجرد إعلان الأذان يفطرون، هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال، ما دام أنه أذن يعني صار الليل خلي يأكلون، ما دام شباب على حال لا تصعبين عليهم، وعلى حال جيد واحد يقوم يصلي أول كذا، بس خليهم ما دام شباب جزاهم الله خير، وانتي شجعيهم وقبليهم وقولي الله يتقبل منكم، انتوا على حال طيور الجنة وهذا أمر طيب، لا تصعبون على أولادكم خليهم. نعم بيني لهم ترى ماما واحد يقوم يصلي أول وقت هذا كلش مناسب وهذا مستحب وهذا أمر طيب، ولكن أن نفرض عليهم أن لا تأكلوا حرام عليكم وكذا الله لا يعطيكم هذا مو لطيف. كأنه سيدنا فهمت جزء من السؤال، أنه مو بس الصلاة عفوا الإفطار يقدم على الصلاة، هي فكرة دخول وقت الأذان، يعني مجرد الله أكبر يحصل اطمئنان عند الإنسان. نعم. الأذان إعلانه، الأذان إعلان وليس هو الوقت، الوقت دخل. نعم. لما يأذن يعني أيها الناس ترى الوقت دخل خلاص. واضح حسنتم سيدنا، وهي كانت تسألكم الدعاء لأنه تمر بضائقة، يعني اللهم بحق محمد وآل محمد اقضي دينها واشرح صدرها وأرح بالها وبال جميع من يسمعني ومن يقلدني الدعاء. نطلب من حضرتك سيدنا للأخت أم أحمد وللجميع ويا الإفطار إن شاء الله تدعو لها قبيل الإفطار يعني. إن شاء الله. الأخ مرتضى عنده مشاكل، طبعا نرجع نستقبل الاتصالات مرة أخرى الأخوة بالكنترول. أخ مرتضى عنده مشاكل مع زوجته ومع حسب اللي فهمت أن السؤال مع أهل، مع أهل زوجته، يقول أحيانا تطلع بدون موافقة. شوفوا أخواني الكرام، أكثر المشاكل الاجتماعية بين الزوجين أكثر المشاكل لسببين، وهالشكل أسئلة لازم أنا أوضح يعني. فضل لابد أن أشرح. سببان مهمان لمشاكل الأسرة. السبب الأول عدم معرفة حدود وحقوق بعضنا البعض، أنا ما أدري شنو حدودي وزوجي ما يعرف شنو حدوده، أنا ما أعرف شنو واجباتي وهو ما يعرف شنو واجباتي. نعم. شنو حقوقي وشنو حقوقه. عدم معرفة الحدود والحقوق والواجبات على بعضنا البعض أو في بين بعضنا البعض هذا سبب مشاكل. يعني لما الأخت تقول أمي قالت لي تعاي وأنا لابس وأطلع، بابا أمك قلت تعاي على رأسي أنت وأمك، ولكن أنا الآن أحتاجك شلون ترحين؟ والشيئتين قولي لي لابد من موافقة الزوج. عدم خروج الزوجة من البيت لأنه هذا حق الزوج، هاي متى ما تصير يوم اللي أنا نتفاهم عليها، أنا أوضح له وهي توضح لي، نقرأ كتاب، نستفتي، نطلب على حال واحد يقعد يبيننا. نعم. هذا السبب الأساسي هو عدم معرفة الحقوق والواجبات فيما بين البعض. ثانيا عدم معرفة الأحكام الشرعية، يعني الجهل بالأحكام الشرعية، نتصور أن الله سبحانه وتعالى شنو ما إلى دخل فيه الأمور، لا رب العالمين يقول يا أبي لا يجوز للزوجة أن تخرج من دارها إلا بإذن زوجها. لا. ولا يجوز للأب أن يتدخل في شأن ابنته بعد أن تزوجت، الولاية انتهت، الولاية ولاية الزوج. لا. ولا يحق للعائلة للأسرة. نعم هاي نعم خلوها بين قوسين، أنه إذا كان الزوج متعسف أو هناك مشاكل هذا لابد من عليه حال الذهاب إلى من اللي هي مراحل متقدمة من المشاكل، مو يعني الحاكم الشرعي أو إلى الوجهاء الاجتماعيين. حتى سيدنا مو بالمشاكل البسيطة هاي، يعني لما توصل المشاكل لمراحل متقدمة. طيب سيدنا الكريم إذا تحبون توضحون قبل أن نأخذ اتصال الأخ عبد الحسين، بالنسبة للأخوات الكريمات المؤمنات المتشرعات لما تطلع زعلانة من بيت زوجها وتتوقع انه بهاي اللحظه سقط عنها الحقوق او عفوا واجبات تجاه زوجها فتطلع من بيتها بدون اذنه، يعني لا يجوز ذلك. خروج المراه حتى لو زعلانه، بابا انت زعلانه اقعدي ببيتك، اطلعي من البيت، هذا على حال نشوز وخروج عن بيت الطاعه. نعم. وللاسف يعني الان القضاء يعطي حق للمراه اللي تطلع زعلانه يعطيها حق ان تطالب بالنفقه، وهذا ما يجوز. النفقه لمن تكون مطيعة، مو ناشز، الناشز ما لها نفقة. وهذا أنا ذكرتها وأكرر أقولها، أنه حكم القضاء الغير الشرعي أنه لها النفقة وهي التي خرجت وهي الناشز ويدعوها إلى بيت الطاعة وما تروح،
لا يجوز لها أن تأخذ تلك النفقة وتأكلها لأنه أكل مال بالباطل. هذا حكم شرعي. نأخذ اتصال من الأخ الكريم عبد الحسين الفضل عزيزي. ألو ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سيد يا سيد الله يسمع السيد. السلام فضل. عليكم. عليكم السلام. شوف شوفتك حفظك الله حياكم. بس الصوت حيكون شوي أعلى أخواننا بالكنترول. نعم سيد. أنا رجل كبير. نعم. مواليد 55 عندي واحدة من عيوني فاقدة خالحة وواحدة حاطلة على شوفيها مي مي أبيض. فهل يجوز لي أصوم لو ما أصوم؟ صحتي ماضية كذا صحتي جيدة بس عيني فقط. قاعد رسالة هاي 4 أيام رسالة صايم تقوش. شنو الحكم عليها هاي؟ واضح. والآن صايم؟ الآن صايم؟ الآن صايم اليوم صايم عبد الحسين؟ أنا حتى صايم. صايم. وش تشوف نفسك؟ شو تشوف نفسك؟ تقوش عيني تقوش. تغوش بخاف على النظر مالي انما النظر مالي حدث وهو ضعيف. زين عبد الحسين سؤال، انت بالايام اللي ما تصوم بها عينك تغوش ولا لا؟ احسنت. اي سؤال جاي. لا لا ما تغوش الا ان انا عادي عيني وشوف بيها واقرا حتى اقرا قران واقرا هذا. الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. شكرا على اتصالك، تحياتنا لحضرتك. اتصال من مرتضى، تفضل اخي الكريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زين انا قبل شويه اتصلت بي. نعم الله يحفظك. أنا سيدنا دزيت عالم عليها وهذا ما يقبلون يرجعوا لي إياها. نعم. إي ويعني شنو تنصحني؟ أقدم بها طاعة لو شنو؟ لأن هي مقدمة مال نفقة وقدمة مال حضاني. وأنا الحمد لله وشكر بيتي كامل، يعني ما عندي أي شيء نقص وياها، ما مقصر وياها نهائياً. ليش طلعت بابه؟ ليش طلعت إذا أنت ما مقصر؟ والله سيدنا تعاركت وياها. زين هي جت من الدوام عصبي وهذا صارت يعني شو يعني سو تفاهم بالموضوع. يعني طيب. صارت شو تفاهم معين وهي تركت البيت وطلعت. لا جاء اخويا واخذها للامانه. ليش واحد يعني يكذب؟ اخوها لو اخوك؟ لا اخويا جاء اخذها وداها لاهلها. ليش اخذها؟ ليش اخذها اخوك؟ مو انا يعني بكيت يعني صارت عركه واخذها يعني على مدى صار مشاكل اخوي. يعني انت طردتها؟ انت طردتها؟ اي صحيح. يختلف الحكم. نعم. حاولت ترجعها يعني باعتذار مثلا؟ بكل الاعتذار ورحت لها وحكيت ويا ابوها ويا امها. واضح. شكرا على اتصالك. امها قاعد تكتب براحتها ان شاء الله وربي ييسر امرك. شكرا. ان شاء الله. شكرا. ابراهيم تفضل عزيزي. يعني بعدها شوي نتوقف عن الاتصالات بعد اتصال ابراهيم. تفضل ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخي الكريم. كيفنا شلونك؟ السيد يسمعك. حياك حياك الله حبيبي. الله يخليك مولانا. اقول لك عن سيدنا، انا اشتغل بالعتيق. نعم. وجسمي مو مال عمل، يعني الفرد مو ضعيف. واليوم صمت وبعد ما اقدر دخلت انتهيت وفطرت. فطرت قبل الاذان الظهر لو بعد اذان الظهر؟ قبل اذان الظهر. نعم. يعني شنو دخلت حبيبي؟ شنو دخلت يعني؟ سيدنا ما اقدر يعني من ناحية الغراض ما اقدر ادوخ. نعم. اكيد اذا قعدت من الشغل يعني ما تقدر تعيش صح؟ لا اذا اقعد من الشغل اصوم طبعا. اذا ما اذا قعدت ماكو وسيله عندي. ما عندك وسيله رزق. صحيح. واضح. الاذى اللي صار بيك اليوم وانت صايم اذى ما يحتمل، يعني صعب صحيح؟ اي والله صعب ودوخ. حبيبي مسالتك الشرعيه وارجوك ان كل الاخوه المميخين يسمعوها. شكرا. شكرا لك اخوي ابراهيم، تحياتي لحضرتك. مع السلامه. نرجع لاتصال الحاج عبد الحسين الرجل الكبير السن الصايم وعنده مشكلة بواحدة من عيونه. سيد في واقع الحال سؤالكم كان جيد، أنه يا بأنت لما مصوم عينك تغوش؟ قال لا لما أصوم عيني تغوش. فهذا يعني أنه الجوع والعطش يأثر على النظر وعلى البصر. فالفقهاء يقولوا إذا كان الصوم يضر بصحته ضرر معتد به، ضرر يعني معتد به، أو أنه يؤخر عافيته إذا كان هناك حالة تعافي تتأخر، فهو مرخص في عدم الصوم. مرخص يعني الأمر سيان سيدي بالنسبة له، ممكن يفطر ممكن لا. يعني إذا هو يقول يا أنا متغوش مو مشكلة، أنا بعد المغرب على حال أجبر النقص الموجود وأكل شيء على حال وأقدر أنا أمشي جيد. أما إذا كان ضررا معتدا به يعني هلاك، لا لا يجوز الهلاك. ما يجوز إنسان أن يصوم ليهلك نفسه. نعم. أما أنه لا شوي عيني كذا وأنا أتحمل، أو ذاك صاحب السكر يقول سيدنا أنا شوي ارتفع السكر عندي بس أحاول كذا،
هذا إنسان يقدر حسب تعبيرنا يعني يلائم نفسه مع مرضه. نعم. أما يقول لا ما أقدر سيدنا وعيني تغوش وأتأذى وكذا، لا يجب عليه أن يصوم. استنصحك الأخ الكريم مرتضى في مشكلته مع زوجته، طلب نصيحتك سيدنا. شوف حبيبي، تبين أنت من خلال اتصالك الثاني أنه أنت اللي صرحتها، أتقل روح لهلك يلا، وخفت أن يصير مشاكل. هي صار عندها نوع من الإهانة أو نوع من الكسرة في شخصيتها، أنا ما عاد ما أرجع خلص. فكلامي راح أتوجه لمن؟ للزوجة. للزوجة بنتي، الحياة ما مفروشة بالورود، الحياة بها ورود وبها أشواك وبها مشاكل وبها نغص وبها ارتياح وبها لذة وبها كل شيء. وما دام الحياة بها ألم ولذة، فلازم أنت تعرفين أنه لابد أن تتصرفي مع الحياة بهالشكل هذا. زوجك كم من المرات هو عليه حال يدخل السرور إلى قلبك ويريحك وكذا، بس الآن صارت مشكلة، لا يعني كل هذا الجميل اللي كان عندك كله يروح هباء منثور. فأنت شوية حسب تعبيرنا تنازلي عن أنانيتك شوية، لأنه الحياة تستاهل إنسان أن يتنازل عن أنانيته، خصوصا إذا عندك أطفال. أحيانا تكون مظلومة، يعني الأخ مرتضى سيدنا قال أنا جيت من الشغل تعبان ومنزعج فانفعلت عليها وصيحت، واعترف الرجل يعني. بلي واعتذر، وعندك أطفال، الأطفال هذول في الواقع يعني ضحية راح يصيرون الزمن. تشوفين أنت، شوفين الزمن شلون زمن تعبان. فبنتي ارجعي، وما دام هو يعتذر، وخلي يكون هذا الشهر الفضيل شهر أنت تطلبي من الله المغفرة. اللي يطلب من الله المغفرة عليه حال يغفر للآخرين. تطلب من الله يسامحك، سامح الآخرين. أما نطلب من الله شيئا ونحن لا نقوم به، هذا رب العالمين يقول أنتوا شلون ما تقومون بشيء اللي تطلبوا من عندي، وإن كان الله أرحم الراحمين. بس أنت الخطوة منك الآن مطلوبة، وإن شاء الله تعالى الأخ يسجل هذا المقطع يرسل هي يقول اسمعي السيد شو يقول. إذا ما كانت هي أيضا قاعد تشوف البرنامج إن شاء الله شوف. إن شاء الله. إذا نعود مرة ثانية لاستقبال مشاركات الأخوة الكرام والأخوات الكريمات عبر الأرقام الظاهرة أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة. بس قبل لا يلا نأخذ اتصال أم أحمد وبعدين نجاوب على الأخ إبراهيم. أم أحمد أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. أنا هسه اتصلت أم أحمد، بس هسه يعني موضوعكم عجبني مال هذا الولد هسه الخابر على زوجته الزعلانة، والموضوع ما المرة ما يصير تطلع بدون علم زوجها. سيد أنا صار لي تقريبا بالسبع سنوات صارت مشكلة بين زوجي وأخوتي، فمنعني من عندهم. صار لي بالسبع سنوات أنا مواصلة أهلي ولا شايفتهم، يعني والدتي ووالدي توفوا أنا ما شايفتهم، يعني مجرد رحت يوم واحد بس الفاتحة خلاني، حتى منعني ما أروح الفاتحة أبويا. يعني أنا يعني قمت أعيط وأبكي وطلعت الفاتحة أبويا يوم واحد. بس أنا سيد شنو سؤالي هل علي حرام لأن أنا قاطعة صلة الرحم؟ هاي وحدة. اثنين، أنا بدون علمه أخابر أخواتي أخوتي، يعني تعرف سيد يعني كانت والدتي مريضة ووالدي مريض، فما كنت أعرف أخبارهم، يعني بمجرد أخابرهم بالتليفون، والتليفون هو ما يدري بي أنا ضمتي، يعني مجرد بس أخابر بي أهلي وخواتي ويعني أمي، فأهلي أمي ووالدي توفوا. فهسا يعني أنا صار لي تقريبا من فاتحة والدتي والدي ما شايفة لا أخوتي لا خواتي، صار لي بالثلاث سنوات أربع سنوات اللي توفوا أهلي. بس هسا ذات اليوم خواتي تمعن بي أقول التليفون هم مانعتش من التليفون؟ اي والله سيد، يعني حتى لا يخليني اطلع لا يخليني ازور اقاربي لا عمامي توفوا عماتي قرايبي خواتي كلهم. شكرا ام احمد، تحياتنا لحضرتك. وسام اخر اتصال من الاخ وسام وبعدين نتوقف عن اتصالات. وسام تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله. مولاي الله يسلمك سيدنا، بس حبيت اسالك على حكم قراءه القران في شهر رمضان النهار يعني. نعم خدمتك إن شاء الله. تسمع الجواب أخي الكريم، تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. قبل قليل المتصل كان الزوج فوجهنا نصيحة للزوجة، هالمرة أتوقع الموضوع معكوس، راح توجه نصيحة لأبو أحمد، تفضل سيدنا. إيه نعم، للأسف الشديد أستاذ مرتضى أنه بعض الرجال إنصافا
يتمتعون بحالة من التعسف الكبير والتكبر الغير عليه حال غير الممدوح، وحالة من العنجهية في التعامل. بس أنت عندك مشكلة مع أهلها، بس مو هالشكل يعني أخي. الإمام إمين يقول الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، علي يقول لولده الحسن: يا بني أحبب لأخيك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره له. أنت تحب، أنت تحب أن تزور أهلك، زين إذا تحب تزور أهلك ليش تكره هذا الأمر لزوجتك؟ إذا أنت تكره أن واحد يقاطعك مع أهلك يقول لك ممنوع تروح أشوف أهلك، إذا تكره هذا الشيء شلون تسويه مع الإنسان؟ خلي نفسه ميزان، ميزان إنصافا. إذا كل حتى ما أدري الناس السياسيين كبار صغار، اجعلوا أنفسكم ميزان لأعمالكم. هذا العمل اللي أنا أسويه أنا أرضى لنفسي أو ما أرضى لنفسي؟ نعم. ما أرضى، ما أرضى لغيري، ما أرضى لغيري. فأيها الأخ الكريم، إن كنت متدين، إن كنت مؤمنا، فإن هذه ليست من صفات المؤمنين والمتدينين أن يقاطع المرأة عن ماذا؟ عن أهلها، عن رحمها. هذا ليس صحيحا. أنا أضغط عليها وأضغط عليها وأضغط عليها، بعدين هي من تنفجر تقول شوفوا سيدنا ما مؤدبة. لا، أنت تضغط عليها إلى حد الخنق، تقول ليش تدفعني؟ ما يصير هذا. على أي حال لابد أن تلتفت، والآية الكريمة تقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طيب هي نفسها أم أحمد من اتصلت بحضرتك سيدنا، هم تريد توجيهها ونصيحة من عندك إلها يعني؟ هي المرة لا خطية، هي متحملة تقول مقاطعني وكذا، بس أنا حرام علي أتصل. شوف الاتصال، نعم. لا مو حرام عليك تتصلي، هذا الاتصال على حال بمقدار طبيعي. بعض الأزواج يقول من تحكي ويا أختها تصير مشكلة، تصير مشكلة. أنت إذا كان اتصالك السلام عليكم، وعليكم السلام، شلون صحتكم كذا، جيد، بمقدار صلة الرحم لا إشكال، حتى بعدم موافقة أو بعدم علم الزوج. إيه، ليس واجبا أن الزوج على حال يعلم أني أصل وصلت رحمي. صلة الرحم على حال بمقدار السلام عليكم، وعليكم السلام، اتصال تليفوني ورسالة SMS هم تكفي. طيب سيدنا الكريم، الأخ إبراهيم عمل مرهق بدنيا، قال أنا شغلي بالعتيق، فصام وبعدين أفطر لأنه وصل إلى مرحلة. هذا السؤال أنا أعتقد اليوم مفتاح، لأن هذا راح يجيني السؤال يمكن عشرات أو مئات المرات راح أسأل، لأنه مر عليك مئات المرات، لأنه الناس هم الناس هم هكذا، عندهم بناية، عمال بأفران، طلاب مدارس أحيانا، خبز، أفران خبز، أفران طابوق، معامل طابق. وسيدنا إحنا شلون نصوم ولكن منهكين؟ الحمد لله، هاي بين قوسين، الحمد لله اللي رمضاننا شوية في جو معتدل، يعني مو أيام اللي كنا في تموز وفي آب. نعم. تذكرون؟ نعم. كنا في تنور، الحمد لله الله يسر على الشباب الآن، الجو جيد. ولكن أخي الكريم، هذه احفظوها المسألة اللي راح أقولها، الصوم واجب على كل مسلم. رجاء ننتبهوا شلون أسلسل المسألة. الصوم واجب على كل مسلم، ليست لديه موانع. شنو الموانع؟ المرض، المرض الذي يضره الصوم، مو وجع في الركب أو ما أدري عدي فقرات، هذا لا يضر معه الصوم. المرض الذي يضر معه الصوم ويمنع من الصوم والسفر. نعم. والمرأة الحامل في الأشهر الأخيرة. نعم. والمرأة المرضع إذا كان الصوم يضر في قدر اللبن اللي لا. عليه حال. والشيخ والشيخة يعني 80 سنة 85 سنة، ذولا الكبار السن اللي ما يقدرون يصومون، ذولا عليه حال معذورين. إذن الصوم واجب على جميع الناس إلا هؤلاء اللي ذكرتهم. طيب. واضح هذه؟ ما يخالف سيدنا نتوقف لطفا الاتصال ونكمل ما بعد النقطة التالية، اللي هي بالنسبة لعملهم وقوتهم و احتمالية أذاهم من قبل الصوم. أبو منتظر تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يعني؟ حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. بتسؤال للسيد الأمام السيد. تفضل. نعم. الله يسلمك. أخوي عندي أخوي كبير ما يصلي. نعم. أخوي كبير ما يصلي، تقريبا عمره 37 38 وما يصلي. نعم. ما اعرف، كل ما نوسع الصلاه ما يصلي، شنو حكمه هذا اللي ينطي مثلا هسه الناس صايمه، هسه زوجته صايمه، اخته صايمه، وينطنا هسه اكل وينطنا بالفطور وينطنا. طيب.
هذا حكم سؤال بلا زحمة عليك، أخوك عنده أطفال، عنده أبناء؟ إيه عنده، إيه عنده، عنده ثمانية. ها أبناء يصلون؟ ما يصلي ولا هسه أطفاله جاي صايمين، البنية ولا صايمين هسه المشكلة صايمين. جي شكرا لك أبو منتظر على اتصالك، تحياتي لحضرتك. حوراء لو أبو حوراء، أبو حوراء وبعد شوية نتوقف عن الاتصالات، تفضل أبو حوراء. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك سيدنا العزيز، حياك الله. مولاي أنا مريض، عندي سكر. إيه فعندي شبكة ضاربة بعيني بس عين واحدة وما أقدر أصوم. إي والله كلش تعبان يعني مقويش. إن شاء الله راح نسمع الجواب أبو حوراء وربي يمن عليك بالعافية والسلامة إن شاء الله. شكرا لك على اتصالك. نرجع سيدنا لإجابة المسألة اللي قطعناها، هو يعمل بعمل منهك بدنيا ويريد يصوم، فالصوم واجب على كل إنسان. طيب. هذا كقاعدة أولية لازم نصوم. سيدنا عندي امتحانات ليس عذرا شرعيا. سيدنا أنا عندي شغل عامل بنا، مو عذر شرعي. العذر الشرعي قلنا محدد، أنت بنا مو عذر شرعي. سيدنا مو أنا عندي جنازة أبويا اليوم، هذا مو عذر شرعي، الصوم واجب. أبوك توفى الله يرحمه، واضح؟ فهاي الأشياء اللي الحوادث تصير، والله عندي امتحانات، والله أنا عندي عمل وعندي شغل، هذه ليست أعذار شرعية. بس واحد يقول الله أكبر، رب العالمين يعني يفرض علينا نصوم حتى لو إحنا عمال ونبيع عتيق مثلا؟ لا، اسمحوا لي خلي أتكلم بشكل تفصيلة. خلي أتكلم بشكل تدريجي. فيجي يقول إذن اللي بيع العتيق لازم يصوم، واللي أبوه توفى لازم يصوم، واللي ما أدري عنده امتحانات لازم يصوم، واللي ما أدري كذا كلهم لازم يصوم. زين، إذن إيش وقت أنا أقدر ما أصوم؟ الفقهاء يقول تقدر أنت تسافر، أنا عندي دراسة، أنا مجد بدرس، قوم أقطع مسافة 22 كيلو متر، أقطع مسافة أكل لك لقمة وأرجع، أرجع. يعني هو السفر يعني يسقط فريضة الصوم. أحسنتم، السفر سواء كان ضروريا أو غير ضروري أنا أوجب لنفسي السفر ولو اختيارا. طيب مو متاح للجميع السفر سيدي؟ أحسنتم. واحد يقول ما متاح، مثل هذا بياع العتيق يقول أنا مو متاح علي كل يوم أروح أسافر 22 كيلومتر وأرجع أقطع مسافة. أقول زين اطلع وانت صايم، اطلع وانت صايم، مو تتريق، ما يجوز. تطلع وانت صايم تشتغل تشتغل تشتغل، اسمعوا اسمعوا، تشتغل 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 إلى أن شفت نفسك راح تطيح، راح تطيح. أخذ لك يسمى استكان مي، أخذ لك لقمة تمراية. اسمعوا جيدا إيش جاي أتكلم، لأن سووا بعض الناس مقاطع يستهزئون، أنا راح أبين هذا مو استهزاء بالدين. أكل لك شيء بسيط، أشرب لك شيء بسيط حتى تستعيد شنو؟ عافيتك. هاي للحالات اللي شارفت على الهلاك سيدة. يعني يقول سيدة الجو قام يغوش، بابا اشرب لك ماي شوي، اشرب لك ماي شوي، مو انا صايم. يقول المولى عز وجل شي يقول، يقول انا اوجبت عليك الصوم بس الى حد شنو؟ الى حد ان تحافظ على سلامتك، اذا سلامتك صارت في خطر انت اشرب. طيب بس سيدنا خلي ايدنا لطفا على الحد بالضبط وين يوصل الانسان، حتى كل واحد بعد هو بينه وبين الله، انه مو واحد شويه والله، اي واحد والله شويه لسانه كذا، بابا يروح شويه مضمض شويه يتحمل. يقول والله سيدنا راسي قام يدور، انا الان راسي داير ووراي تلف برامج اخرى، بس لا يعني انه اول يوم كنا راسنا يدور بطننا ما ادري شو يصير بيها، ولكن في النهايه لازم نتحمل. اما انا بسرعه اروح اشرب ماي لا. فشو نقول احنا الفقهاء اذكياء، شو يقولون؟ يقول المكلف هو يعرف تكليفه، فتقول له يا ابا ضروره تشرب ماي ضروره فاشرب، بس الضروره انت تحددها واحنا تحددها، تمام واضح. فلما يشرب لا خلي اكمل المساله، من يشرب الماي، من يشرب الماي يشوف لا استعدل شويه، عتيق عتيق يبيع عتيق، بس لا يشرب لا ياكل بعد. بعدين صار عندهم حالة أخرى هم يشرب بشكل قليل، لا يفطر إفطار كامل وإنما يأخذ شيئا من الماء والشراب بمقدار الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، هاي احفظوها، والضرورة تقدر شنو؟ بقدرها. بقدرها
بقدر أن أدفع الضرورة، شلون أدفعه؟ بكأس ماي أو يقضيهن هذه الأيام سيدنا بعدين ويقضيها، واضح حتى ما يصير تحريف للكلام. إيه؟ أنه هذه الحاجة هو يظل ممسك على الطعام والشراب على مقدار هذه الحاجة، ولكن يقضي هذه الأيام فيما بعد. يعني أحسنتم سيدنا الكريم. عندنا أيضا سؤال آخر من الأخت أم أحمد. ها سولفنا عن كلام الأخت الكريمة أم أحمد، الأخ وسام وقراءة القرآن سيدنا. ناس يقولون إحنا مو متقنين بشكل دقيق جدا قراءة القرآن، هل يجوز أن نقرأ القرآن في شهر رمضان؟ في واقع الحال سماحة السيد الله يحفظه ومراجع آخرين يقول أنه يقرأ القرآن بنية التعلم. يعني شنو بنية التعلم؟ يعني أنه أنا لما أقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يقرأها إياكي نعبد، هي الله الله إياك مو إياكي، بس هو ما يعرفها يقرأ إياكي. فإذا كان يقرأ بعنوان أن هذا الذي نزل على قلب رسول الله هذا كذب، الله قال إياك مو إياكي، نعم. فيصير كذب على الله، والكذب على الله يضر بمن؟ بالصوم. نعم. فأنا شنو أقول؟ أقرأ بنية التعلم، مو هذا الذي اللي قراءتي ليست المنزلة، قراءتي ليست هي القرآن، إنما هي قراءتي أنا أتعلمها. نعم. وأنا أنصح كما كل سنة أنصح الأخوات الكريمات والإخوة أن يخلون شنو قناة قرآن كريم أو ما أدري مقطع أو شيء يسمعون، هم يتعلمون وهم ثواب سماع القرآن ويردد معه. نعم. أبو منتظر اللي يتكلم عن أخوه اللي ما يصلي وعمره 38 سنة سيدنا، شو أقول له يا أخي؟ شو أقول له 38 سنة ما يتصلي، وش نسوي له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا أنا صايم ما أقول قال رسول الله إلا وأنا متأكد، لأن إذا أقول قال رسول الله وما موجودة ترى في صوم إشكال. قال رسول الله في أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أنه من ترك، اسمعوا، من ترك الصلاة ثلاثا متعمدا إن مات شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني يخرج من الدين، يخرج من الدين كأنه ليس مسلما. يعني فأنت شلون يا حبيبي تقول أنه أولادي يمكن أمهم خوش، أمهم تربيهم، أمهم على حال ما تأثرين بأمهم جزاهم الله خير، بس الأخ هذا ما أدري شلون يريد يواجه الله. هل يعتقد أكو يوم قيامة؟ إذا ما معتقد بيوم قيامة يعني هذا كافر. إذا لا معتقد، تعال يا أخي يوم القيامة أكو حساب، شلون جوابك أنت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، قولوا آمين. اللهم آمين. أحسنتم سيدنا. اتصال من الأخت الكريمة فاطمة. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل عندي سؤالين. السؤال الأول لو سمحتوا، أنا عندي طلب بأيام الابتدائية كنت ما ملتزمة دائما بالصيام، حاليا أقضي ما علي، بس ما أعرف شقد أنطي مال على هذه الأيام، فممكن شون أحسبها؟ وسؤال آخر، أختي أنت ما تدرين شقد مطلوبة صح؟ إي أنا أنطي تقدير هسه، يعني أنطي تقدير لأنه أكو أيام ما يعني سنوات ما أذكرها. واضح. أي سؤال آخر، والدتي أصيبت بجلطة دماغية قبل فترة وكانت مشلولة نطفيا، فهي وما تتكلم، فتركت الصلاة، فظلت تتعافى، ظلت تمشي بس إيدها بعد مشلولة وما تتكلم، بس هي فاهمة وداركة ما بها أي شيء، بس ما جاي ترجع للصلاة، جاي نحاكيها يعني ما تستلم ولا تصير يعني رافض الموضوع، ما أعرف شلون يرجعها. بشعورها بوعيها هي. إيه بوعيها. نعم. كل شيء بيها وعيها. زين شنو تقول لكم لما تقولوا لها رجع للصلاة؟ تسكت وتقول تأشر على إيدها يعني. أقول لها يصير أنتي حتى هيجي تمسحيها بالإيد الثانية، أعلمها على الوضوء، بس طيب. ما تتجاوب ويانا طيب. ما أعرف ليش. شنو رأيك أخت الكريمة تأخذين تسجيل اللي راح يقول السيد لإجابة السيد؟ إيه أكيد هو أنا سلاح أسجل التليفون. شكرا جزيلا للاتصال حضرتك. شكرا لكم. حياكم الله. يعني آخر اتصال نأخذ من الأخ باقر. باقر لو أبو باقر. باقر تفضل عزيزي، آخر اتصال بحلقة اليوم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي. شلونك؟ حياكم الله، يا اهلا وسهلا. سيدي اشتغل بمعاملات الطابو. معاملة الطابو؟ اي نعم. نعم. وصايم بها.
صايم نعم. والتراب يطبب حق يستقبل لا ثمنه بس تراب غبار شلون غبار يطبب الحليب. بس عفوا عفوا تشتغل بمعامل الطابوق الاخوان الان قالوا بالكنترول معامل الطابوق؟ ايه طابوق. أي جيد واضح الان نعم. ويدخل تراب بحقك اثناء الشغل. نعم. اسمعني من التليفون حبيبي. اترك التلفزيون لطفا انا صينا اياه كله. جيد عندك سؤال اخر اخي الكريم؟ نعم تفضل. ماكو سؤال ثاني؟ شكرا للاخ باقر تحياتنا. احنا لما يجينا اتصال وصوت التلفزيون عالي عند المتصل لا هو راح يفهمنا ولا احنا راح نفهمه والصوت ما يكون واضح جدا، فنرجو من الاخوه ان شاء الله بالحلقات المقبله ان يكون الصوت منخفض. سيدنا الكريم طبعا نطلب الكنترول توقفون عن استقبال الاتصالات لضيق الوقت. السؤال بالنسبه للاخ ابو حوراء. نعم. مصاب بمرض السكري وعنده مشاكل بشبكيه العين. في واقع الحال اذا ينطبق عليه اجابه اللي اي احسنتم اذا كان انصاف بينه وبين الله انه الصوم يضره ضررا كبيرا، فعلى حال هو معذور ومشمول بالآية الكريمة على حال اللي تعطي فرصة فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشكل، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأنت على حال مريض إلا أنه إذا شفت نفسك واقع الحال تقدر الصومة وماكو أي مشكلة فبينك وبين الله إلا اللهم إذا كان يمنعك من ذلك فأنت معذور، وتدفع عن كل يوم 3/4 كيلو من الطحين إذا ما قدرت تقضي. أما إذا قدرت تقضي إن شاء الله تعالى في الأشهر القادمة ليس عليك دفع الفدية. هل هذا نفس إجابة يعني ذيل الإجابة نفس إجابة الأخت فاطمة اللي قالت شقد أنطع عن كل يوم؟ كل من يكون معذور من قضاء الصوم يعني مرض مستمر إلى رمضان القادم 3/4 كيلو طحين أحسن يدفع فدية. قيمتها لو إلا طحين؟ لا نفس الطعام. طيب الأخت فاطمة مو كانت معذورة بس تقول يعني أيام الطفولة وما كنا مهتمين. ما سمعت جواب الأخت فاطمة قالت احنا مطلوبين صيام من جن الطفل آني هذا جي. اللي فهمته من سؤال الأخت فأني قاعد أقدر ايش قد كانت مطلوبة حسب الظاهر يعني سيدنا الإنسان أحيانا مرحلة الطفولة مو كلش صحيح مقبل على هذا الأمر. أولا احنا سؤالنا للأخت فاطمة أنه أنت كنت تدرين الصوم واجب لو لا ما تدرين الصوم لا. واجب إذا كنت تدرين الصوم واجب ما كنت تصومين لأنه تحسبين نفسك طفلة وأهلك ما يجبروكي فهنا عليك قضاء وكفارة. إذا قضاء وكفارة اللي هي شنو؟ قضاء الصوم بيوم وكفارة شنو؟ إطعام 60 مسكين عن كل يوم. هاي في حال العمد إذا كان متعمد. إذا يقول لا سيدة أصلا ما أعرف الصوم واجب أصلا وأنا صورت نفسي أنه طفلة وما ما ما مخاطبة بالصوم، إذا كنت غير يعني غير عالمة بوجوب الصوم فقط عليك قضاء فقط عن كل يوم يوم، ولكن لأنه القضاء تأخر فتدفعين عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين يسموه كفارة تأخير القضاء. كفارة يعني إضافة تأخير للصوم سيدنا. بلي تصوم وتعطي كفارة تأخير القضاء، وهذه أيضا المفروض الطحين بعينه يعني مو نعم طعام أطعام نفس الطعام نعم. أطعام 60 مسكين باختصار شديد سيدنا كيف يكون ذاك الأطعام 60 مسكين لمن لم يصم متعمدا؟ لا عفوا أقول كيف يكون أطعام 60 مسكين لستين شخصا؟ 60 شخص تنطي ما يكفي لوجبة واحدة ل750 غرام أيضا بدي واضح. وسألت عن والدتها مشلولة وبدت تتعافى وما قاعد ترجع على الصلاة فحبذا رسالة لوالدتها الله يمن عليها بالعافية إن شاء الله. شوفي حجية عافاك الله عافا كل المرضى. بعض الأحيان الإنسان يتمرض على حال يفقد قدرته في الوضوء قدرته في المشي، هذا لا يعني أن الصوم أن الصلاة تسقط عنه. الصلاة كما ورد في الرواية الشريفة أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال. الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال ولو إيماءً بحركة ولو العين. إيماء ولو هيك براسك تصلين براسك الشكل فأنت تقول لي أنا إيدي خوي يجيبوا لي الطشط الآن والبريك وبناتك يساعدوك، وأنا أقول لبناتك أعينوا أمكن على ماذا؟ على أعن أمكن على طاعة الله. نعم. يعني أنتوا ساعدوا أمكم على طاعة الله، خطية هذه راح تحاسب، فتعالوا ساعدوها جيبوا لها طشط قول ماما
توضي واحنا نوضيك. اذا قالت ما اقدر ابدا اتوضى فنقدر نجيب لها التيمم تتيمم، اذا ما تقدر تتوضى باي شكل من الاشكال احسنت فتتيمم وخلوها تصلي حجيه، ترى الصلاه واجبه ما دام انت تشعرين. تقول ما اقدر احكي، مرري الايات الكريمه اللي ببالك، مرريها على خاطرك كي يكفي. الله يبارك. احسنتم سيدنا. السؤال الاخير كان من الاخ باقر اللي هو يشتغل بمعامل الطابوق ويقول طبيعه عملنا يدخل غبار غليظ بالفم. يعني حبيبي باقر انت والله ايش اقول لك، تاج راس الكثير من الشباب اللي ما يصوم بدون اي عذر. انت في معمل طابوق وحراره واذيه، صدق يعني ذولا واقعا تاج روسنا ذولا الشباب في هالزمن. احسنتم. يجي طاعه لله، حبا لله، رغبة في طاعة الله، يجي يصوم. وهذا الشاب اللي قاعد جوه المكيفات وبيد المدر النرجيلة وبيد الكذا وما يدير بال، ترى يوم القيامة والله يجيبون هذا باقر. يقول لك ليش ما صم؟ يقول لي باردة حارة علي. يجيب لك باقر، هذا باقر اللي كان أمام الفرن، فرن طابوق وصايم وانت قاعد، ستعذب عذابا شديدا يا من تعصي الله بدون عذر. هذا باقر حبيبي، هذا حبيب قلبي، انت ابني على اي حال تقدر تلبس شنو؟ لثام، قطره لثام شماغ يعني، وتسد شو اسمه تسد وجهك وتشتغل. تقول له مع ذلك يدخل، مع ذلك يدخل، ايش قد يدخل ذاك مو مهم يعني، لكن غير غبار يعني غير قابل، مو مجرد رؤيه الغبار، لا 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 لا، يدخل داخل يعني يحس بطعمه. نعم. فانت تلثم، خلي هذا الماسك، هذا شو اسمه الكمامه. نعم. وان شاء الله تعالى لا يكون أمرك إلا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقك أنت، بحقك اللي أنا أعتقدك أنت أقرب إلى الله مني، بحقك عند الله أن يقضي حوائجنا جميعا. اللهم آمين. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الامتنان لحضرتك على كل ما تفضلت. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. أنا دعائي من الأخوة جميعا وسؤالي أنه لا ينسون من الدعاء. اللهم آمين. أولا تعجيل فرج صاحب العصر والزمان، ثانيا رحمة للشهداء وعافية الجرحى والمعوقين اللي ذهبوا ضحية الدفاع الجهادي، وتحسين أمرنا وعاقبة أمرنا، وهداية شبابنا للتو والعمل الصالح، وقضاء ديون جميع المؤمنين بما في الذين اتصلوا على البرنامج. أحسنتم. إذن أيضا أنا أسألكم الدعاء لنا ولكل مشاهدين الكرام. سيدنا الكريم شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا سادتي الكرام مشاهدين الأفاضل على حسن المتابعة والتفاعل والتواصل. لنا لقاء إن شاء الله، احفظوا هذا الموعد يوم غد إن شاء الله، لا تنسونا في دعواتكم. شكرا، في رعاية الله وحفظه.